برافو، هي لونا أجنحة الجنية. بتحبي نلون شعرها كمان حبيبتي مسار؟ يلا حبيبتي أعطيني هي من إيدك هلا. يلا حبيبتي امسكي القلم. بنتي تركيه على راحتها، هي البكلة لأمها ما رح تتركها. طيب لكن خليني ارسم لك شوية ورود على وشك، شو رأيك؟ كأنك اجيت بكير ابني. يلا خدي مسال على غرفتها فورا. كملي انتي معها لو سمحتي. ابني ابني تعال بدي احكي معك شوي. شو صار لك؟ يعني هالمسكينة تأخرت دقيقتين بموعد أكلها، ولا لتكون طعمتها شوكولا مثلا؟ صدقني ابني هي البنت عم تشتغل شغلة كتير منيح. باب الجنينة كان مفتوح، اتصلت مرتين وما ردت علي. عن جد طلع معك حق، شوف على هالغلط يلي عاملته. هلا عم تتمسخري علي اختي فخرية؟ ايه طبعا عم اتمسخر، البنت كتير آدمية وعم تشتغل شغلة منيح. فهماني عليك، انت عم تدور على سبب بلا طعم لحتى تقلع هي البنت، بعرفك واضحة. كمال بيك في شي مشكلة؟ ايه في مشكلة، باب الجنينة كان مفتوح واتصلت فيكي لأعطيكي خبر بس ما رديتي. رديت بس انت سكرت. اتفقنا قبل ما تبلشي شغل هون بتردي على التليفون من تاني رنة، ما فينا نكمل هيك. كيف؟ يعني ما عاد بدك يعني اشتغل هون؟ مع الأسف ايه، ضبي غراضك وامشي. برافو هالبنت يلي راحت، قديش كان رقمها؟ بصراحة بعد ال 19 أنا ما عاد عديت. امسكي وروحي هلأ نطفي الحمامات والمغاسل منيح، وبعدين امسكي ممسحة ومسحي الخزاين كلها، وانتبهي منيح ما بدي أشوف علامات إيدين عليها. جاهدة خانم طلبت إنك تعملي هيك. نيجار الشغلات يلي قلتيها من شوي انت يلي بتساويها مو ريحان. بس جاهدة خانم قالت لي خليها تساعدني. لو القصة مستاهلة كنت ساعدتك. يلا روحي هلأ وحاجة تلتهي وبلشي بالشغلات يلي قلتيهم من شوي. مو مشكلة كان فيني ساويها. ما بيصير بنتي انت ضيفة. اسمعيني ما في داعي تزعلي حالك من يلي صار، بس يرجع حكمة بيك كل شي رح يتغير.